السوق غالي، الدجاج راه داير 15 درهم 16 درهم جملة. دابا السلعة غلات والبيع والشراء راه ما كاينش، الثمن خلاه يرتفع. هو راك عارف العرض قليل والطلب راه كثير. بالنسبة لهاد الأيام كل ما كانت هاد الحالة الوبائية ربما الدجاج غيدير حتى 25 درهم 23 درهم. دابا السلعة قليلة، الناس كاع اللي تأزمات وهذا بالنسبة لهم ما بقاوش كيربيو الدجاج. دابا ولات السلعة قليلة شوية هاد الأيام، السوق الدجاج قليل شوية. الثمن دابا داير 17 درهم، كان قتانيو حنا ب 15 درهم دابا، والسبب ديالو كيفاش تترسف؟ لأن الكساب الضرر فيه بزاف، كان كيبيعو ب 6 دراهم 5 دراهم 7 دراهم، ما عمر الكساب غادي ينتج وغيكون بقى ينتج لك، لأن الضرر فيه بزاف في هذا القطاع. أنا الدجاج كيطلع على مالي ب 10 دراهم 11 درهم وتيبيعو ب 6 دراهم، لا يعقل الإنسان ما غادي يبقى يكسب فيه، راه ما غاديش يكسبو وما غاديش ينتشو، أنا ما تيربحش فيه، خسارة كثيرة عنده. داكشي داكشي الأسباب هو باش طلع حد الأسعار طلعت، ولا دابا داير 17 درهم، حتى المواطن ما غيقتانيش ب 17 درهم. لا سلعة الإنسان ماشي في الاستطاعة ديالو، الناس جالسة من الخدمة والناس مديرة ما غاديش يقتاني زعما، لا بالنسبة للخضرة طالعة ولا بالنسبة للدجاج طالع ولا بالنسبة لأي حاجة طالعة. مازال يقدر يطلع، لأن يقدر يطلع حتى 20 درهم، بس حتى 20 درهم، لأن السلعة قليلة ما بقاوش كينتجوها، ما بقاوش كتنتج، دابا قليلة بزاف السلعة، ما كايناش السلعة دابا.